اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات المحامين تعلن فوز الأستاذ عبد الحليم علام بمنصب النقيب العام. الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ورئيس جمعية المحامين البحرينية ورئيس اتحاد المحامين الخليجيين يهنئون الأستاذ عبد الحليم علام بفوزه بمنصب نقيب المحامين بمصر. بعد فوزه في الانتخابات نقيب المحامين لم يخب ظني يوماً في وعي أعضاء الجمعية العمومية. بحضور 3000 محامي نقيب المحامين يشارك محامي الفيوم في إفطار رمضان. إطلاق اسم النقيب الراحل رجائي عطية على مكتبة نقابة المحامين الرئيسية. نقيب المحامين يقرر مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى 30 أبريل المقبل. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد. النقيب العام أمد يدي لكل من حازوا ثقة المحامين للعمل يدا واحدة بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين. نقيب المحامين أدعو كافة أعضاء الجمعية العمومية إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف والتفاف الجميع حول نقابتنا والعمل من أجلها. نقيب المحامين نسعى في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية تمهيداً لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.